توقعات تاع الفريق الوطني اليوم راه ان شاء الله تكون راح تكون تربح وبلعبه باهيه وربي ينصرنا ان شاء الله عليها. ان شاء الله التوقعات تاعنا في المباراه تاع اليوم راح تكون نتيجه ايجابيه وتكون مباراه مفرحه للشعب الجزائري. ونتمنى التوفيق للفريق الوطني باذن الله. النتيجه ان شاء الله راهي 2-0 للجزائر ان شاء الله. ريفام ونصر الفريق الوطني الجزائري، نتمنى ان شاء الله الفوز للفريق الوطني الجزائري ونتوقع النتيجه ان شاء الله هدفين مقابل صفر من توقيع محرز وسليمان. ينصر فلسطين يا ربي، ان شاء الله فلسطين تكون عندها فريق وتكون دوله مستقله ويجوا يلعبوا هنا في الجزائر. وتحيا الجزائر وتحيا فلسطين، تحيا شعب الجزائر، تحيا تبون، تحيا الدوله الجزائريه. موبيليس الرفيق الدائم للمحاربين في كان الكوديفوار. مخابر فرات الرازرس، القوة والحماس من قلب الكان. شيري يرافقكم في كان الكوديفوار. استمتع بأجواء الكان مع بلاطة. ليكس الشيبس رقم واحد في الجزائر يتمنى حظ موفق للمنتخب الوطني. كادياس طريقكم نحو الكوديفوار. رامي الذوق الأمثل في كان الكوديفوار. تكنونورم يتمنى حظ موفق للفريق الوطني. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.